معليش اللايف قطع، تصوير بس للمنطقة عشان الناس تكون متابعة. الوضع اشبه بانها هي فيها هدوء لكن حذر، الناس دي حذرة شديد. التصوير الان من شارع بيت ختم، تصوير الان من شارع بيت ختم، تقاطع المشتل، مش المشتل صح؟ ها؟ شارع مكة، ايوه شارع مكة. وحاخش على اماك، قوات الدعم متواجدة بكثافة في كل 100 متر، في كل 100 متر متواجدين، لكن الناس متحركة. الناس الآن حاليا وضع يعني مستقر شوية. أنا المنطقة اللي أنا قاعد فيها يعني بس بنسمع أخبار إنه في ضرب في كوبري كوبر، أخبار في هنا إنه الجيش ضرب، لحد الآن ما في أخبار مؤكدة، ما في أخبار مؤكدة يعني ما عارفين بشيء. الضربة صلاة الصبح كنا بنسمع أصوات رصاص ثقيل، لكن حاليا خافي، ما في يعني تقريبا ما في الآن. التقاطع الجاي احنا في عبيد خاتم، التقاطع الجاي حيكون تقاطع المشتل. المداريس تقريبا في الشوارع الرئيسية وزيلت في المنطقة دي. نعرف انه أمدرمان وبحري فيها ترس شوية ثقيل، الناس مقفلة، لكن هنا الوضع صعب شوية. الناس اللي بتسأل النت جا كيف، النت عن طريق الشريحة الدولية، شريحة دولية وتجوال دولي، ما في حل تاني، او ADSL اللي هو الخط الارضي بتاع سداتيل، او شريحة دولية. عندك شريحة دولية تفعيل دولي رومينج، ده انترنت وبيشتغل معه. الشارع الان النت شغال بالتجوال الدولي يا جماعة، تجوال النت الدولي. طبعا يعني لو في ترس حصل او كده بيوقفوا العربات وبيخلوا الناس اللي تساق عربات ترفعه. يعني الحاجة دي حصلت معنا مع اصحابي، انا قابلتهم حكوا لي عين عينك، انا ما حصلت لي معاي، لكن طوالي في ترس حصل في الشوارع دي بالذات، في شوارع الخرطوم وقفوا العربات، قوموا ارفعوا الترس ده بالصوت بالسيطان. واحد مرات بيحلقوا للناس الشعر، المهم يعني بيعملوا ارهاب كده ثقيل جدا. متمايدين في الشارع ماشيين رجاله، المنطقه دي شويه هاديه، هنا شارع عماك القزاز شويه وصلها. ده الوضع الان حاليا، ما بحكي لكم الوضع الان في شارع عماك. لا في كهرباء، لكن البيوت معظمها بدأت تفقد الكهرباء لانه شبكات الكهرباء الرئيسية ما شغالة، والانترنت حتى للبغالات والمحلات ما بتديك نت. فمصدر الناس تغذي الكهرباء في البيوت عن طريق بوكين، اللي هو بتاع الموبايل ابلكيشن بتاع بنك الخرطوم، بتشحن بيه الانترنت، تشحن بيه الكهرباء. لكن اللي يكون زول برا او زول عنده انترنت وفي حسابه رصيد، ده تقاطع عماك مع الصفا، تقاطع عماك مع الصفا. احنا خشينا شارع عماك الان حاليا. شارع عماك قبل يومين كان مترس ترس ثقيل جدا جدا، او في اليوم الاول لفضل الاعتصام، الان يمكن شويه. انتم شايفين الحركه الان، شايفين الحركه، بس عشان الناس تطمن، عشان الناس يعني انه في اخبار كثيره بنسمع بها بتكون مرات مرعبه والله العظيم حتى للاهالي. انا دي المنطقه اللي انا متواجد فيها الان حاليا، بصور للناس، الناس تقدر تشوف وتتابع. ده الان شارع عماك، شارع عماك حاليا. التمركز الاكثر طبعا في شارع الستين، يعني عليه حراسه مشدده شارع الستين. في بيوت كثيره طبعا بدات تفقد الاضاءه عندها الان بسبب انه ما في كهرباء، ما في تغذيه كهرباء، الانترنت، مكاتب الكهرباء ما شغاله، المحلات النقاط البيع الا بالانترنت، فما في الا زول يدخل بموبايل ببنكك، التطبيق حق بنك الخرطوم يشحن. لو في زول بيقدر يشحن لاهله او معارفه وعنده فيه رصيد ممكن يشحن لهم، دي الحاجه الوحيده. الانترنت عن طريق الشرائح الدوليه، عن طريق الشرائح الدولية وعن طريق الـ ADSL الخط الأرضي السوداني. أنا شغال بشريحة دولية، ده موقع سوداني تمام،
ده هنا تقاطع الجزار. الان انا وصلت لتقاطع الجزار ده ديلايس عشان الناس تكون متابعة. اعملوا شير عشان الناس شوية تطمن في المنطقة دي. بنسمع انه منطقة ام درمان منطقة بحري الوضع فيها شوية شادي, شوية ناس ماسكين الترس, مرة بتحصل اشتباكات. اصوات الرصاص خفت, الرصاص خف كتير من الصباح. الصباح كان في رصاص سامعينه في البيوت لكن ما حاولنا نطلع حتى. صلاة عيد ما صلينا ذات اساسا الليل, انا معيد منهم امبارح. فدي كده المنطقة دي. الان ده شارع الستين. امشي امشي شمال كده. يلا شارع 60 ده فيه التغذية شوية. ما أيوه. انا ما اقدر اطور اللايف بس اهم شيء اطمن الناس. ايوه بس هنا بس شايفين بس انا ما اقدر الف الكاميرا طبعا لانه يلا شارع 60 مترس شديد. وبعدين بيمشوا حتى ماشيين رجالة يعني. شارع 60 الان عنده شارع 60 الان. شارع 60 هو اللي هو الاخطر. يمكن الكاميرا ما توريكم لكن قاعدين كله يعني في الزوايا في الجحور في الزقة ممنوع تعمل ترس. تعمل ترس والله يعني ممكن تاخذ رصاص عادي. مرات بتكون في مدرعات لصف عيش الناس واقفة فيه. المهم اتمنى كده اكون قدرت اوصل لكم صورة. الناس تحول لأهاليها كهرباء. الناس اللي عندهم بنكك وبر السودان وحساباته بالبنكية يحاولوا يتواصلوا معهم بالتلفون. عندكم كهرباء ما عندكم كهرباء حول لهم ارقامهم بالاس ام اس حولوا لهم, لانه البيوت بجد اتأزمت في قطعة الكهرباء. الانترنت للمرة الثالثة والرابعة الانترنت عن طريق الشرائح الدولية. تمام شرائح الدولية تجوال الرومينج. اتمنى انا كده اكون قدرت اوصل لكم جزء من ارض الواقع. ده ارض الواقع. تمام السلام عليكم. ربنا يصلح حالنا وحالكم ودعواتكم لنا بس.